ده ايه اللي منزل ايه اللي نازل ده؟ ده العصب، ده العصب بتاع أيوه. السبيط ايوه ده اجمل قطعه في السبيط. انا عايز اول مره اشوف جمبري ليه شناب كده، هو ليه شناب دي طالع من البحر النهارده. الله اكبر. بص الشنب، الشنب بص حضرتك الشنب طول قد ايه ده يدل ان الراجل ده شادد حلو. الجمبري البلدي من عند دنيا الجمبري، والسبيط ابو رجلين من عند دنيا الجمبري، والجزل كمان دنيا الجمبري، والجمبري اللي انتوا عارفينه برضو من عند دنيا الجمبري. رحت له مخصوص عشان خاطر الاكل بتاعه حلو، وكمان عنده طواجن بجميع انواعها، غير كمان الجمبري المبخر على جماله، والحجاب اللي بيتحب جوزها تجيب له حجاب دنيا الجمبري. ايه الجمال ده اللهم صل على النبي. الخضار ده برضه بيتاكل معاه بيبقى ليه طعم تاني. الايه؟ الخضار اللي معاه ده ليه طعم الخضار؟ تاني. الخضار ليه طعم تاني؟ انت اللي ليك طعم تاني يا باشا. اول مره اشوف جمبريايه بتتشال من شنبها، والسبيت كمان، والسبيت كمان، والفيلي بيجي طازه اليوم بيوم. الله اكبر. ده حاجه جديد في التجمع. الله اكبر. ومعروف لو حد بيحب ونفسه يهادي مراته يجي عند دنيا الجمبري ويجيب كمان معاه حماته. انزل كده بالرز وارفع ايدك. الله اكبر الله اكبر. انزل. ايوه يا باشا. بصوا بسم الله ما شاء الله قد ايه مغرفه رز. عايزك كده يا باشا تسمي بسم الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. واو الواحد مش قادر، سخنه مولعه. ايه ده انت عملت كده فيا يا عم سعيد؟ اللهم انزل انزل. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بصوا تخيلوا بقى ان الرزاية مفلفلة، يعني الرزاية بسم الله ما شاء الله مفلفلة، وكمان ريحتها جامدة جدا. احنا ما بنشتغلش بزيت اولين ولا صويا ولا عباد، احنا بنشتغل بزيت بذرة القطن. اه بص كده عشان ما يحصلش لاي حد بياكل عندنا أيوة. اي حموضة على صدره. ايوه ده شغلنا، ما بنشتغلش باي زيوت تانية. اطلع لي بالحته دي كده يا حاج، انا مش عايز امد ايدي في الزيت. اجيبها لك اهدهالي. اللهم صل على النبي. بص بص دي انا فين هي دي، انا عايز الشخلطوطه دي. ايوه فين دي نفتحها؟ لا يا باشا سيبها على الله يا باشا، احنا طالع من الزيت يا باشا ما بيهمناش يا باشا. الله اكبر. اللحم الابيض عند دنيا الجمبري. بصوا دي مركبه بتتملي، واهم حاجه ان اللي انتوا شايفينه هو اللي انتوا هتشوفوه، يعني ممكن يتعمل فوتوشوب وواحد يعمل لك جمبري قد كده وتروح في الاخر تلاقيه شويه قد كده، لكن هنا عندهم الوضع مختلف جدا. ايه الجمال ده يا حاج؟ احلى سبيط. ده مش سبيط ده كافيار. كافيار فسفور. لسه هتتفسفر النهارده. هتفسفر النهارده؟ ده منين؟ من السودان. اجدع سلام للسودان واهل السودان واحلى جمبري وسودان سودان 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 في دنيا الجمبري. الناس شغاله اهي بسم الله ما شاء الله، والزبون بيبقى واقف الناحية التانية شايف كل حاجة، يعني المطبخ مفتوح قدام الناس. أنا جيت دنيا الجمبري عشان خاطر فاتح في التجمع الخامس، قلت أجي والناس دي عاملين شغل جامد جدا، شغل حلو قوي. الجمبري اللي قد كده، والجزل اللي قد كده، وكمان السبيط اللي قد كده، كل ده هتلاقوه عند دنيا الجمبري. هنخش نشوف إيه النظام. في التجمع الاول في منطقه خدمات البنفسج هتلاقي نفسك قدام دنيا الجمبري، وانت داخل كده يا باشا هتلاقي ايدك الشمال المطبخ، وتلاقي الطرقه الجميله دي، والمكان يسيع من الحبايب الف. غير بقى ان هو بسم الله ما شاء الله عنده دورين، والدورين كلهم عائلات محترمات، دنيا الجمبري واحد بس. اللهم صل على النبي. اقول لك على حاجه، اللي عايزه تعمل عمل لجوزها جيب له الطبق دوت. اللهم صل على سيدنا محمد. الحجاب بص انا عندي حجابين، حجاب هنا وحجاب هنا. ايوه كده يا باشا، شايف النور بينور ازاي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه الحجاب، بصوا شايفين الحجاب. اوه اوه ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الشغل ده يا باشا؟ ايه الشغل اللي انتوا عاملينه ده؟ ما تيجي تاكل معايا بسم الله بجد والله. ده ايه ده؟ ده بقى الجمبري ده لسه. فين فين الصوص بتاعه اللي جوه؟ اللي جوه. اه طب آه. فين الصوص بتاعه؟ الصوص فين بتاعه؟ فين الصوص كده؟ اديني يا باشا الصوص كده، انزل كده بيه. الراس بتاعته طلعت كده بتاعت الجمبريايه. اوه اوه تمسك كده يا باشا الصوص بتاع البتر فلاي. سامي بسم الله. اه
احنا من كتر الذوبان هدومه اتغرقت كمان يعني بصراحه جامد. ده الجمبري ابو شنب اللي احنا شفناه جوه، بصوا تحس ان هو بيلعب يوجا يعني مفروض. اهم حاجه ان الاكل يكون معمول بمزاج، ودول يا الجمبري الواحد ياكل عنده ويصلي على النبي. بصوا شايفين اوه مولعه مولعه حرفيا يعني. يعني ليه؟ لان وراك على طول يا طبق البتاع ده المطبخ ورانا، وانا بصراحه جيت هنا قلت اشوف الوضع ايه. بسم الله. جامد جدا ورهيب. تعال نخش على الطاجن شوف كده ونسمي بسم الله الطاجن الكريمه ده. بصوا الطبقه بتاعت الكريمه يعني في احلى من كده طبعا. سمي بسم الله تعالى اطلع لي كده يا بقى. اهو 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 بطروقي 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 بطروقي. يعني الطاجن ده بطارق وكمان يعتبر جواه كل حاجه حلوه. سمي بسم الله. لا 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 ده جامد، ده جامد جدا. اخد كمان غطسي كده بعد اذنك، حته البطروخه اللي فوق الوش دي اخدها. اللهم صل على سيدنا محمد. ناخد كمان معاها الصبيطه. يعني اللي ياكل الطاجن ده من هنا والله العظيم هيروح مش عارف فين. بس هنا بسمي بسم الله. لا جامد جامد جدا الطاجن ده، حلو قوي. هنا كمان الطاجن يعتبر ده الكريمه، وهنا يعتبر ده اللي هو يعتبر الصوص الاحمر. نكتشف كده ونسمي بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ده جمبري وتحتيه اه فعلا راح مكان تاني. ايوه فعلا انا رحت مكان تاني. ايوه صح ولا لا؟ تعالى كل. بسم الله ما شاء الله. نور يا حاج، تعال كل والله. الله يخليك. ايه رايك؟ والله العظيم جامد. حلو؟ اه. انت رايح فين؟ طب ما اقول لك هو موجود، ذوق معايا، والله لا انت قاعد. انا عرفتك بالله، والله لا انت قاعد يا حاج. يا حاج تعالى يا حاج رايح فين؟ انت هتشتري؟ طب ما الاكل اهو. انا عرفت بالله والله. اقعد يا حاج، اقعد يا حاج. بسم الله يا حاج. انت مش متابعين اكل عدنان؟ انت مش متابعين؟ متابعين. ايوه اهم حاجه. بص بقى يا عم، انا جربت هنا. تمام. وجربت هنا. انت بقى تحس تجرب فين؟ نجرب هناك. نجرب ناكل فين بقى؟ ده كفته دي ولا ايه؟ ده دي كفته؟ اه. وده جمبري كريسبي وده جمبري كريسبي؟ اه. ماشي جمبري يا جميله في البق الجميل. عايزك كده بقى تدوق كده وتقول لي ايه رايك؟ بص خد خد. حلو. ايه رايك؟ لا تمام. بأمانة. لا والله حلوه. انت حبيت دنيا الجمبري ولا اول مره تيجي ولا انت؟ لا انا اعرفهم من زمان. من ايام فرحل. ايوه اه ما انا كنت هناك عندهم زبون. ايه المميز بقى هنا؟ مش موجود يعتبر هناك. جمبري. ما هو جمبري موجود. بس ايه المميز؟ المكان طبعا احسن. اه. في اتساع انك تركن عربيات وكده هو. اه. والمكان احسن طبعا. بس اقول لك على حاجه. ايه ده؟ انا طلبت شروط. مساء الخير. في حد تاني؟ انت امتى؟ انت جيت امتى؟ تبعك؟ انتوا اتنين مع بعض؟ طب مش تقولوا كده؟ طب طب نضم على بعض كده شويه. مرسوك على الطلب يا باشا. هو طب هو عجبه الجمبري ده. انت عجبك ايه؟ انا ما دوتش لسه. لا تدوق ايه؟ تاخد اجيب لك حاجه بشنب؟ اجيب لك بطر فلاي؟ لا حاجه لا لا حاجه سهله يا باشا. ده بص اهو ده شايف الشغل، شايف الشغل. ما تيجي بقول لك ايه، انتوا ما تشتروش اصلا ونقعد ناكل بسم الله. سمي كده بسم الله وتفصفر. مالكش دعوه بيه، هو ياكل حاجه ثانيه. سيبه 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 سيبه. قول انت بس انا هديله. انا هديله. لا اصبر. ده عارف ايه؟ ما بتخافش، ما بيلعبش. ده ما بيلعبش. اتفضل كل. جرب. لا 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 كل. دي كفته. قول لي رايك ايه؟ لا تحفه. جامد. لا لا جامد. بامانه. لا جامد. انت على طول بتيجي هنا ولا اول مره؟ على طول. على طول زبون هنا؟ قول لي. بامانه. ما بيلعبش. هو ده اهم حاجه، انت اهم حاجه الاكل. ايه رايك في الطعام؟ عجبك؟ طب انت كنت جاي تاكل ايه؟
احنا جمبري وفيليه. وحضرتك كنت جاي تاكل ايه؟ لا هنسك على الطلب بقى. اه ما احنا مش هتاكل اهو يعني بقى في بقى انت الله بص في احلى من كده. طب دي مين ياكلها؟ ده بقولك على حاجه. طب ما تاخد دي اتفضل سيادتك. لا مؤاخذه مش فاضلهم حد متصل بيا مش فاضيله. واتفضل سيادتك دي اجرب الكفته بقى. الكفته؟ طب ودي مش هتسيبها؟ لا كفته. حاضر اتفضل الكفته. حلو قوي. ايه رايك؟ طب ما اقول على حاجه تاكل دي خد ده كمان. ده دوق دوق شوف شوف سمي بسم الله كده. انت منين اصلا؟ الاصل الاصل اه حضرتك منين؟ لا من سوهاج. من سوهاج؟ آه. منين من سوهاج؟ تعرف سوهاج يعني؟ انا ممكن من جهينة. من جهينة؟ آه. بلد الحاج رشيد عثمان. ايوه انت تعرف رشيد عثمان؟ الحاج رشيد عثمان. أيوة. بلد الحاج كل الجهنوية في اسكندرية في الورديان والقباني والدخيلة. صح كده. عايز يبقى بعرف ولا ما بعرفش؟ لا تعرف. بس هو ده انا عايز اقوله لك. شرفت بيك يا رجالة. لا مية مية. ربنا يخليك. كل سنة وانتم طيبين. ايه؟ الحاج اللي هو صاحب المكان مش انا والله. الحاج هو تعالى حاج هو بيساله على حاجه بيقول لك حلوه. هو الحاج بيقول لك كل الكريسبي دي جامده وبيقول لك مين صاحب الاختراع ده. احنا بدانا بيها هنا ان احنا نعمل جمبري وكريسبي ان شاء الله هتمشي ودي اول حاجه. الكفته هو اكلها بص بسم الله ما شاء الله خلص 4 كيلو كفته. لا انا والشيخ 4 كيلو كفته. لا انا والشيخ. لا شرفت بيكم. ربنا يخليك. هي بقى ربنا يخليك يا حاج. ده هنكمل بقى يا مراشحه. يا عم هات لك كرسي سيبك انت. اقعد 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 كالنبي عربي يا باشا اقعد. انا بقى ما جربتش انا عايز اجرب زيكم. دي جامده. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله جدا. حاجه اختراع. ده بجد اختراع. اه اختراع. ده حلو جدا. ده جامد. انت جربت؟ حلو ده. ده حلو؟ اللهم صل على النبي. وانت خد يا ميدو. ما تاكلش جمبري؟ انت بتعمل دايت؟ ربنا يخليه لك يا رب. ده جمبري، جمبري بقى بلدي بتاعهم، كل كده وسمي. تمام؟ تمام يا باشا؟ صابح. طب كده بسم الله ما شاء الله بقى الشيك عند البشوات بسم الله ما شاء الله ها؟ الشيك حتى عندهم، الرجالة كانوا الأكل بتاعي. ربنا يبارك لكم. اهم حاجه ان انتوا تكونوا مبسوطين. شوف بس السخنه نفسها ايه. ايه لا يا باشا ايه يا باشا ده انتوا ناس اسوان ده يعني الكرم والجدعنه وسوهاج يعني الجدعنه والاخلاق وصاحب المحل الراجل المحترم هو فعلا دنيا الجمبري. هو مكان العيله ومكان اللمه والصحوبيه والناس الطيبه واحلى حاجه ان متابعين اكلة عدنان مبسوطين وانا مبسوط معاهم. بحبكم في الله. ياه انا رحت السودان وجيت تاني. هو اللي قاعدين يستلموا عليك. ولا حضرتك هم اه متابعينك. ده لازم تشرب. طب ما ياكلوا ياكلوا جمبري برضه من هنا. الو السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ يا نهار اسود شفتوا؟ والله انتوا منورين. وطبعا يعني انا مبسوط والله بالاستاذ ربنا يبارك له من المنصوره واجدع سلام للمنصوره. كده الله واحد ايدك كده ممكن تتلسح. ربنا يخليك يا فندم. طب مش كنت تقول اي حاجه وانت جاي؟ ربنا يجازيك خير يا فندم. مهلبيه دول الجمبري عنده مهلبيه بالجمبري. مهلبيه بالجمبري اول مره اشوف في حياتي مهلبيه بالجمبري. هتقول يا جمبري. شكرا يا فندم. لا والله لا اقسم بالله. انا خلي بالك بقى انا صعيدي.